ما يتغيرش. كل بني ادم الكريم كريم والحلو حلو طول عمره الا بتفاوتات، يعني يتعلم يلاقي ان مشكله هتحصل له يضطر يغير، بس بيرجع يبقى بخيل تاني. نحن نعلمه مكارم الاخلاق يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والاحاديث والايات اللي وردت في القران الكريم. ايه تنصحه؟ ما تقبلش النصيحه يبقى دي طبيعته خلاص. تنصحه بعدم الموضوع ده يعني يبعد عنه. غير كده بقى هو حاجه موجوده جواه، جواه في شخصيته ما تتحلش. ممكن انا لو بشتغل مش هيأثر معايا الموضوع ده، هيبقى ليا فلوسي خاصه. في فرق لو هو بخيل على نفسه او بخيل على زوجته. لو بخيل على نفسه يبقى ده مش هيتعالج، لكن لو بخيل على زوجته ده هي ممكن تقدر تخليه يعني يبقى احسن. حاجه في الشخصيه جوه يعني مش بمزاجه، يعني مش فكر هيغيره، لا دي طبع. مفيش اي محاوله مع انه هو يتعالج بس طالما هو بخيل. لان ده طبع فيه مش هيقدر يغيره. ممكن يكون معاه مرتاح ماديا بس مش هيقدر ابدا يغير من ده. شاف والده كده او هو طبعه كده، طبع ما يتغيرش، مرض. هتسيسه على طبعه. هتمشي على طبعه. البخل ده غريزة في طبع الإنسان، يعني ما تقدرش، صعب، من الصعب إنك تعالجها يعني. تصبر عليه ولغاية ما ربنا يكرمه ويتحسن. بخيل، متأسس على كده.